أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل استدان محرما من مخدرات ودخان على أن يعطي صاحب هذه المنكرات المال بعد مدة من الزمن، ولكن من الله تعالى على هذا الرجل بالهداية فترك هذه المنكرات، هل يرد إلى صاحب هذه المنكرات المال حيث أنه لو ردها له أصبح معينا له على المنكر؟ لا يردها، وإن طالبه يرفع أمره إلى المحكمة، يرفع أمره إلى المحكمة، أو يخليه يروح يشتكي، يروح الحاج له يروح يشتكي إنسان وسط، والمحكمة إن شاء الله تنتصف منه. نعم.